بس انا عايز اقف هنا مع الكابتن عطية السيد سريعا. الزمالك وبعد ساعات مباراة مهمة في افريقيا مع بطل جيبوتي في تنزانيا، فمهم جدا اعرج عليها ومعانا في او عن هذه المباراة. جاهز معانا يا استاذ جمال؟ طيب دكتور عطية، الزمالك يواجه بطل جيبوتي في تنزانيا في ظل غياب زيزو اللي مزعل الكثير من الزملكاوية. اخذ رؤيتك الفنية ولكن خلينا نسمع ونشوف هذه التقديمة للمباراة. رافعا شعار من رحم المعاناة يولد الأمل، يستهل الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرت سولر الجيبوتي في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية بمباراة ستقام في تنزانيا لعدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لملاعب جيبوتي. ويبحث الزمالك بقيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن طمأنة الجماهير البيضاء والعودة من تنزانيا بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة أحد يومي 29 أو 30 من سبتمبر الجاري. ويخوض الزمالك هذه المباراة في ظروف خاصة بعد حرمانه من القيد واستقالة مجلس إدارته، لكنه يعول على خبرات نجوم الفريق مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وسيد نيمار ومصطفى شلبي، بالإضافة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري. ويلعب الزمالك هذه المباراة متأثراً بعدد كبير من الغيابات على رأسها الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، بالإضافة لحارس المرمى محمد عواد والشاب العائد من الإعارة أحمد زكي والمدافع الصلب محمود حمدي الونش للإصابة. بينما يغيب عبد الله جمعة لعدم الجاهزية البدنية فضلاً عن الرباعي سامسون أكينولا وعبد الله محمد وعلي ياسر ومحمد صلاح زكي لأسباب فنية. إقامة المباراة على ملعب محايد وخبرات لاعبي الزمالك ورغبتهم في مصالحة الجماهير بعد إخفاقات الموسم الماضي كلها عوامل ترجح كفة الأبيض للعودة من تنزانيا بانتصار يسهل من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة. والزمالك يقدر.